السيدات والسادة، مساء الخير. في تاريخ الفن هناك دائما النجوم وصناع النجوم. صناعة النجوم تبدأ باكتشاف المواهب وتدريبها وصقل مهاراتها ثم تقديمها في أعمال للجمهور. وعبر مسيرة الإبداع المصري كان هناك رواد أخذوا على عاتقهم مهمة تطوير صناعة الفن وإطلاق الدماء الجديدة في شرايينها. في المسرح كان جورج أبيض ويوسف بي وهبي ونجيب الريحاني وفاطمة رشدي. في السينما كان محمد كريم، رمسيس نجيب وأسيا. وفي الغناء محمد فوزي والأصبجي، محمد عبد الوهاب وغيرهم. وإذا كنا نشاهد في الفترة الأخيرة عشرات المواهب والنجوم الجدد في التلفزيون أو السينما أو المسرح، فوراء كل وجه جديد مبدع كبير آمن بموهبته وقدمه للجمهور. من هؤلاء المبدعين المكتشفين صناع النجوم ضيفنا اليوم، مسرحي كبير منح الفرصة لعشرات الشباب عشاق الفن وتولى قيادة أهم مركز للإبداع الفني في مصر، ونجح بالعديد من الوجوه الشابة التي تبناها في إعادة الجمهور إلى المسرح، ثم قدم معهم أعمالا مهمة نالت إعجاب الجمهور والنقاد وحصدت الجوائز. في حديثنا اليوم من مصر نتحدث عن المهمة الأولى لصناع الفن، حراس قوتنا الناعمة، مهمة اكتشاف ورعاية الموهوبين وصناعة النجوم. أهلا بكم.